الصحافة الكتالونية تهاجم أمرابط بسبب موقفه من برشلونة بعد الانتقال إلى يونايتد. ماسينا يعود إلى الملاعب من بوابة مواجهة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي. هاجمت بعض المنابر الإعلامية الكتالونية الدولي المغربي سفيان أمرابط متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بسبب تصريحاته الأخيرة بخصوص موقفه من اقترابه سابقا من التوقيع في صفوف برشلونة قبل أن يحط الرحال في قلعة الشياطين الحمر. صحيفة سبورت نشرت تقريرا عن سفيان أمرابط معتبرة تصريحاته الأخيرة لموقع بلاك كوكو بمثابة انقلاب حول ميوله ورغبته الكبيرة في اللعب لبرشلونة قبل التوقيع مع مانشستر يونايتد. وقال سفيان أمرابط: كنت أعلم أن مانشستر يونايتد مهتم منذ فترة طويلة. بالنسبة لي، كان من الواضح أن هذا هو المكان الوحيد الذي أردت اللعب فيه. كان علي أن أظهر الكثير من الصبر. وهو ما لا يحدث، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة الإعلام الكتالوني. وقالت سبورت في تعليق على تصريحات الأسد الأطلسي: وكأن أمرابط نسي سريعا شغفه الكبير باللعب في برشلونة ولم يخف رغبته في حمل قميص النادي. واختتمت: على طول العام كانت هناك العديد من الإشارات من اللاعب ووكيل أعماله توحي بأنه يريد الانضمام إلى برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وكان مستعدا للتخلي عن راتبه كاملا من أجل ذلك. يشار إلى أن سفيان أمرابط يغيب عن المنتخب الوطني المغربي في مواجهتي كوت ديفوار وليبيريا بسبب آلام في الظهر، حيث ارتأى الناخب الوطني وليد الركراكي باتفاق مع ناديه بأن لا يسافر اللاعب إلى المغرب. ماسينا يعود إلى الملاعب من بوابة مواجهة أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي. يستعد الدولي المغربي آدم ماسينا لاعب فريق أودينيزي لكرة القدم للعودة إلى الملاعب بعد غياب بداعي الإصابة. وأوضحت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن الظهير الأيسر لأودينيزي سيجل عودته إلى الميادين خلال مباراة ليتشي يوم الاثنين 23 من أكتوبر الجاري ضمن الجولة 9 من السيري ألف. وشدد المصدر نفسه على أن اللاعب المغربي استعاد عافيته وبات جاهزا للعب مع أودينيزي بعد مشاكل على مستوى أربطة الركبة. وكان ماسينا قد تعرض للإصابة قبل مواجهة أودينيزي ويوفنتوس ضمن الجولة من الدوري الإيطالي التي أجريت في 20 من غشت الماضي. تجدر الإشارة إلى أن ماسينا قد غاب أيضا عن المنتخب الوطني المغربي بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها بعد توقيعه لأودينيزي.